السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله. عندي استفسار، عندنا سؤال من هذا المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه جواب. المشكل اللي عندي هو في 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 الفيتاس. انا من مدة يعني من 6 شهور تقريبا بدلت بواط فيتاس اخرى نقية، بدلت ديسك امبرياج، بدلت بلاطو، الامور كلها يا سلام. المحرك ما شاء الله يعني يطير في الطريق، ولكن المشكل اللي عندي هو من بعد ما بدلت هذه الامور تمشيت شهر وبدا الفيتاس يقصح. فيتاس بروميان بعض المرات ما يبغيش يدوز، وفي نفس الوقت ملي تبغي تدوز المارشاريير يعطي صوت احتكاك، كتسمع واحد الصوت بحال احتكاك الحديد بيناتو ولا المعدن. رحت للميكانيكي قال لي عندك المشكل من هذا الكابل، كابل امبرياج، قام بترخيته يعني ما فهمتش شنو دار. المهم قام ب بريغلاز الكابل، هذا كابل امبرياج هاو. رجعت الامور تمام، المشكله تمشيت بها شهر رجع نفس المشكل، بس مارشاريان لما اقوم بوضع المارشاريان اسمع صوت احتكاك والبروميان يقصح فقط. لما اعود للميكانيكي يقول لي فقط ريغلاز، هذا يقوم ب هو كابل امبرياج يقوم بريغلاز. المره الثالثه يعني لما قام بريغلاج تمشيت مده وعاود نفس المشكل. رجعت عنده قلت له راه المشكل ليس من الكابل، قال لي يعني دار معايا موعد انه يصلح لي يعني في الاسبوع المقبل. ما عرفتش من وين يقدر يكون المشكل مختار، واش من هذا الكابل. هو قال لي في فراغ في الكابل، ما خصوش يكون في فراغ تحت الكابل، فراغ اسفل الكابل يعني لما تهزه تلقى فراغ اسفل. قال لي لازم الفراغ يعمر يعني يدير فيه، مهم يدير فيه شيء حديد ولا بحال هكا باش ما يعطيش فراغ. انا ما فهمتش يعني ثلاث مرات ما تصلحتش المشكله، ورغم ان البوات فيتاس نقيه، ما ديسك جديد، بلاطو جديد، كل شيء جديد ناضي. اذا كان عندك حاله كما هكا مرت عليك، ما فهمتش واش نبدل كابل امبرياج كامل. هو عنده مشكله في الدبرياج هذه، عنده جولف 2، هذاك موتور او جولف 2، ماهوش موتور جولف 3، يعني موتور جولف 2، هذاك مش جولف 3. جولف 3 مش كيما كيكا، نحط لك لقطه من جولف 3 تشوف موتور جولف 3 كيفاش يعني. الجولف 2 هذاك موتورها، هذاك يمشي جولف 1 وجولف 2، جولف 3 مش ما يشبهش الجولف 2. ما علينا في الموتور تو، يعني نحط لكم بسطه صغيره الساعه على الامبرياج نتاع الدبرياج نتاع الجولف، الديزل والبنزين في كيفاش يخدم. يعني الاغلبيه هم العلب السرعه فيه انواع يخدموا على البنزين او الديزل. نحط لكم شويه ساعه فيديو هذايا، يعني العمليه كيفاش تصير في الامبرياج نتاع في البيتي دومبرياج نتاع الجولف، وبعد نعطوا الحل والتفسير للسائل ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه عندنا البوات نتاع الجولف 3 ولا الجولف 4 ولا الجولف ولا البوره، هذه البوات نتاعهم
معروفة تركب صندار هي تركب على المازوت وتركب على ليسانس طبعا في الشكل، أما في الفعل ممكن فيهم اللي يختلفوا. عندنا هنا هذه الفرشات نتاع المبرياج، هي عندها فيها الديميرور، فيها هذه السيبور نتاع المواد فوق تاعها، عندنا هذوما مكان الفيتاسات، هذه عندنا هذه حساس نتاع المارشة الخلفية اللي هي نتاع المارشة ريال نتاع الرجوع للخلف، عندنا هذه مكان الكاردون، هذه ما فيهمش بي تي، هذا ما فيهم كونتر بي تي يسموه، فيها المسمار هذايا شفتوه، المسمار هذايا كي تنزل على الامبرياج يطلع، ريتو المسمار هذايا كي تنزل على الامبرياج يطلع، هذا السيستم تاعو كيفاش شوف تاعها يخدم بالمقلوب، عندنا المسمار هذا كينزل على المكان هذايا باش يخدم بالعكس، يعني ديما بالنسبه للجولف وات هذوما اغلبيه السيارات الفولكسفاجن البلاتو يركب قبل الفولوموتور، الفولوموتور يجي فوق البلاتو، يجي البلاتو قبل يركب هو طول على على الكرانك على الفيبركان، تجي فيه هذه كونتريبيتي يسموها، هذه يدخل فيها المسمار هذاك اللي وريته لكم، وبعد يجي فولوموتور اللي هو فيه سنون يركبونه، يعني يركبوا معكوسين مش زي السيارات العاديه هذوما في الجولفوات هذوما اللي هما نتاع الفولكسفاجن اغلبيه سيارات الفولكسفاجن. تو بعد ما خدينا فكره على الامبرياج كيش يخدم تاع السيارات هذه اللي هي جولف واحد واثنين وثلاثة حتى الأربعة اللي هم اللي نسموه احنا امبرياج بالمقلوب، يعني في العادة البلاتو يركب فوق الاستوانة، لكن في السيارات هذوما البلاتو يركب قبل الاستوانة، يعني عكس في المعكوس راكبين هذوما. هو شنو اللي صاير عنده؟ اللي صاير عنده كون عنده تيج هذايا، شفتوا هذايا تيج هذايا، هذا فيه إشكالية إنه هو يبدأ يتكل، يا يعني إما تيج هذا اللي هو اللي يخرج يخدم مكان المسمار هذايا يخدم مكان البيتي، يا يعني إما المسمار هذا بدأ يتكل وبدأ يذوب، هذه حاجة. وإلا عندنا اللي هذه الكونتر بيتي اللي هي نسموها إحنا كونتر بيتي أو بيتي، هذه فيها الحفرة هذا المكان هذا بدأ يتكسر، يعني اللي يتكسروا ساعات هذوما يتكسروا معش يعطوا نفس الفاعلية اللي هو مع التيج هذاك مع المسمار هذاك اللي هو يدخل في المكان هذا يتكسر، تتكسر المكان هذا وتولي يعني تمشي بها لين توقف تولي معش فيها أمبرياج مرة واحدة. هذه حاجة ثانية، أول حاجة يعملها يجي للقطاع هذا الأخضر من تالي يجي تحت السيارة من اللوطة من جهة علبة السرعة من جهة البوات توين القطاع هذا أخضر، هذا يقطع أخضر كل بشوة، هذا ينحيه، هذا كيف ينحيه يلقى تحت منه بسوار، ينجم يجبد البسوار من هنا والتيج من هنا يثبت فيه من قبل ما يعمل حتى شيء، حتى من غير ما ينزل البوات ولا يهبط البوات ولا علب السرعة وهي راكبة في مكانها، ينحي القطاع هذا وفيه القطاع هذا تحت منه بسوار، بسوار هذا يجبدها وتحت البسوار فما التيج يجبده. وقت ينحي القطاع هذاك يمشي البوسوار هذه، البوسوار هذه طبعا بعد ما ينحي الكابل من مكانه ويبعد التيج يجبد البوسوار هذه ويجبد المسمار، البوسوار والمسمار جبته من هنا سهلين ما فيهم شيء، من غير ما ينحي الامبرياج كله، من غير ما ينحي علب السرعة، من غير ما ينحي البوات، اذا كان يلقى البوسوار والتيج يعني متاكلين يغيرهم وبكل سهوله وتمشي العمليه صحيحه ما فيها حتى شيء. وماذا بينا هذا يا اخونا السائل هذايا يصور لنا كل شيء يصير باش هكاك نستنفعوا وننفعوا الناس بحول الله. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.